أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بالدور الذي تقوم به أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية في إعداد منتسبيها وتزويدهم بآخر المعارف والمهارات في مجال العلوم العسكرية، منوها سموه بالكفاءات التي يتمتع بها منتسبو الأكاديمية وخريجوها من أبناء مملكة البحرين، وحرصهم المستمر على تحقيق التميز على كافة الأصعدة بما يعود بالخير والمنفعة على المملكة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى حضور سموه يرافقه معالي الشيخ خليفة بن دعي آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، حفل تخريج الشيخ دعي بن خليفة آل خليفة من أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية، حيث شهد سموه مراسم حفل التخريج في مقر الأكاديمية بالمملكة المتحدة، معربا عن اعتزازه بالشباب البحريني وفخره بما يظهرونه من مستويات متقدمة في التخصصات العسكرية المختلفة. وهنأ سموه الشيخ دعي بن خليفة آل خليفة بهذه المناسبة، وأثنى على جهوده ومثابرته التي توجه بالنجاح من أعرق الكليات العسكرية بعد مسيرة دراسية حافلة بالمكتسبات العلمية والتدريبية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في خدمة مملكة البحرين وتحقيق تطلعاتها في مختلف المجالات. وقد تخرج في الدفعة ذاتها الشيخ سعود بن عبد الله آل خليفة وعبد الله عيسى النعيمي، حيث تبادل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مع الخريجين من أبناء مملكة البحرين التهاني وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.